يقول وفقك الله، أهوال يوم القيامة هل تكون لكل الخلائق؟ وكيف نجمع بين ذلك وبين قوله سبحانه عن المؤمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ هم لكل الخلائق، لأهل الكفر والشرك المعاصي، أما أهل الإيمان فهم آمنون ولا يحصل لهم فزع، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعم. يقول فضيلة الشيخ، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يفيدون على ربهم وفد كرامة. نعم.